السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حباب ان شاء الله اليوم بدنا نشوف باقي اللي هو فقس الدجاج اللي هي الدجاجة الحمراء اخت اللي هو البيضة. فحنشوف برضو اللي هو البيضة اللي حطيناه معاكو تبع الرومية اللي ما فقسش. الاربع بيضات صراحة انا حطيت تحتيها اربع بيضات، كان الجمال اللي هو يعني 14 بيضة، فقسوا 10 ضايل 4، وبالطين اللي هو الشاب تبعي صاحبي. فاليوم يا جماعة الخير نروح نشوف ايش نسوي في اللي هو البيض اللي احنا حطيناه تحت الدجاجة. نفس الوقت حناخد الدجاجة ونجيبها هنا. سبب وقلت لكم انه انا بدي اخد اللي هو الدجاجة هذه لانه شرسها كتير، كل ما احط ايدي بتضربني وبتضرب اللي هو الكتاكيت، فانا خايف على الكتاكيت. فحنزلها تحت واجيب اللي هو الدجاجة الحمراء واديها الكتاكيت كلهم. هذه الكتاكيت كلها تبعت الحمراء والبيضة. تمام، بالنسبة للإخوة اللي حكوا لي ابو ادم علي اللي هو هذه على اساس ما تملاش وسخ، زي ما شايفين عليتها في مقدار انه هو الكتكوت يشرب، يعني يقدر يشرب. تمام، زي ما شايفين تضرب، وانا بتضايق من اللي هو الطير اللي بضرب وانا باجي بطعم كتاكيته. فبالنسبه للناس اللي قالوا لي حط علي عشان ما يتوسخش، هي بتوسخ نفس القصه، فلعله خير. خلينا نروح نشوف ايش معانا. وقبل ما نبدا الفيديو كالعاده يا ساده، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصل كل جديد. وحبايبي بدي حبطرش لايكات. خلينا نروح نشوف الدجاجه وايش صار معاها. يلا ليتس جو. طبعا نمسى على عون والعيناء اخته ونفوت نشوف اللي هو الدجاجه الحمراء ايش صار معاها وايش فقس وايش ما فقسش. وحناخد البيض نحطه تحت اللي هو الدجاجه الروميه اللي رقدت ونقلناها معاكم في الحلقه اللي فاتت. يلا. طبعا زي ما انتم عارفين انا حطيتها تحت اللي هو في بيت الحمام وكده. زي ما شايفين اخذنا الفتقيل الكتاكيت ونقلناهم في البيت اللي غاد، حطينا اللي هو البيض اللي مفقسش وهذا اللي فقس، هذا كله فاقس. واحنا علمناه هذا كالسيوم للطيور. فيلا بسم بالله ونشوف. بسم الله ما شاء الله مفقس معها اثنين، هذا عامل زي السلحبيس مسحوب سحبك، والتاني ما شاء الله عليه صحته حلوة. تمام، حناخد البيض كله، كل البيض اللي هنا حناخده غاد. ناخد هذه نحطها تحت الكتاكيت ونطلع اللي هو دجاجة البيضة اللي بتضرب وبتعض وبترفص وكل الحاجات. خليكم معانا نشوف ايش نسوي. صراحة جديرة بالثقة، بحس هيك انعم من هذيك البيضة تضربش. مش عارف صراحة لسه، خليكم معنا نشوف ايش بده يصير معنا في الفيديو. صراحة الأمومة حلوة يا جماعة الخير. يلا خلينا ناخذ البيض ننقله على البيت الثاني. يلا تمام يا جماعة الخير، حنحط اللي هو البيض. بالنسبة يا جماعة الخير للدجاج أو الرومي أو أي طير راقد على بيض وبدك إياه يبطل يرقد على بيض، سيبك من اللي بقول لك رصه مية وحطه في برميل مية. يا جماعة الخير خليه يكمل اللي هو رقد ويفقس كتاكيته، وبعد ما يفقس بإمكانك إنه أنت بخمس أيام أو ست أيام ترفع اللي هو الدجاج أو أي طير من تحت اللي هو كتاكيته، وبالتالي خلص بترفع كتاكيته وخلص بتروح من باله اللي هو يعني كان رقد على بيض ومش حيرقد على أي بيض موجود عندك. أما لو حطيته في مية وقمت بيضه او قمت كده يعني الكلام هذا، حيرجع يشوف وين مكان، يعني حيلاقي هان حد راقد
هيخرب عليه ويرقد، فاهمين علي كيف؟ فأنسب طريقة إنه أنت تخليه يربي كده كيتو أبو أسبوع أو 5 أيام وترفعه، على أساس إنه أنت تبرد ناره خلاص، إن أنا صار عندي كتاكيت. انتوا صراحة لقيت انتوا هتقولوا هو الطير بيفهم. اه يا عمي والله الطير بيفهم يا جماعة الخير. فهذه يعني على تجربة، واسأل يعني مجرب ولا تسأل حكيم. خلينا ناخد اللي هو البيض هذا ونحطه تحت الرومية. يلا تمام يا جماعة الخير، هذه الرومية اللي نقلناها معكم بالفيديو اللي فات، وحطينا مكان اللي هو بيتها الكتاكيت الرومي. اخوات هذولا الاربعة فقس معانا 10، واحنا حطينا 14 وضايل 4، والبطين هذول لشاب صاحبي، وهذا بط الدجاج اللي غاد صراحة مش عارف ايش قصتها، مش عارف ريحتها حلوة يمكن متأخرة، فهنخليها هان ونشقر عليها الفقاسة ولا لا. فيلا نحط اللي هو البيض هان كله، نسمي الله. طبعا يا جماعة الخير اي حاجة تسووها تسموا الله، يعني بسم الله بسم الله. حلوة زي ما شايفين. بعد ما حطيناهم نطلع هذه خلاص، نحطها فوق، نستخدمها لاشي تاني عندنا في المزرعة. تمام، حنتأكد ان عندها اكل وشرب، ونروح نشوف ايش نسوي في باقي اللي هو المشروع تبعنا. من جماعة الخير هنطلع اللي هو الكتاكيت، بس هنطلع اللي هو البيضة، هنطلع البيضة هنطلعها خلاص. هنخلي اللي هو الدجاج الحمراء تركض على اللي هو الكتاكيت كلها زي ما شايفين، هتاخدهم مفيش أي مشكلة. هذه غير جديرة لأنه بتعض بترفص زي ما شايفين، فأنا مش حابب إن أنا أخليها على الكتاكيت، فخليها ترجع تبيض تاني ونشوف ايش بيصير معانا فيها. تمام، زي ما شايفين حنبدا ان احنا نجيب لهم اللي هو الاعلاف المناسبه، ونحكي لكم على القصه هذه. طبعا يا جماعه الخير معانا اللي هو جبت علف نمره 2 وعلف نمره 1، فعلف نمره 2 للكتاكيت اللي هي عمر شهر واشي، وعلف نمرة 2 يا جماعة للكتاكيت اللي هي عمر اسبوع ويوم، فاهمين علي كيف؟ فخلينا نطعميهم، خلينا نطعم هدول لانهم جعانين. حنحط لهم الفترة اللي هي المسائية لانه مش ضايل حاجة وبتغرب الشمس، فخلينا نحط لهم ونرجع نحط للكتاكيت هذه الكيوت الحلوة. بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا هذول مش هيحتاجوا اكل الفقس اللي هو الرومي غير بعد يومين. يلا فانا بتمنى انه المتابعين تبعوني يكون عندهم زي هذه اللي هو الخزانه، يكون يعني مليانه كتاكيت. ربنا يكتر عليكم الخير ان شاء الله يا رب. طبعا هذه من بعد تعب ومصابره والحمد لله. طبعا فخلينا ايش نطعميهم وننظف الشرابة. يلا صارت منظرهم كتير كيوت وهم بياكلوا. زي ما قلت لكم راحة نفسية. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني بدهمش حاجة غير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد لون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلينا ننظف اللي هو الشرابة. زي ما قلت لكم حطينا علو على الفاضي، انا مش عارف القصة من الدجاجة بتضلها تعفر وتتحمم في اللي هو القش وبصير يتطاير كله هان. خلينا نغسله. تمام، نرجع نضيف مش مشكلة، خلينا نليحه كمان مرة زي ما انتم شايفين.
خلينا نطلع فوق ونشوف ايش صار معاهم ونطعميهم برضو. يلا بالفعل يا جماعة الخير حطونا لهم اللي هو اكل وبدون هم ياكلوه. هذول كتاكيت القبج او الفرعوني مع اللي هو الدجاج، وهذيك الدجاجة اللي هو تهجين براهمة على بلدي. بسم الله ما شاء الله حلوات مزيونات وبياكلوا، فيش اي مشكلة عندهم. طبعا هنشوف هذول ايش صار معاهم في الام الجديدة. هي صراحة يا جماعة الخير فقست 5 بعدين 3 بعدين 2، يعني 10 فقست والباقي من اللي هو البيضة. فيش فرق يعني، هم اولاد بعض يعني، كانوا يبيضوا مع بعض ويرقضوا مع بعض يعني فيش اي فرق. بس بيناتهم 5 ايام، هذه راقدة قبل هذه 5 ايام، فهي حتاخذهم ما فيش اي مشكلة عندهم. فبسم الله ما شاء الله عليها، كيوت هيك وحلوة، وهي بتلعب مع كتاكيتها وتطعم فيهم. فحنرجع لهم هيك الفيديوهات الثانية نشوف ايش صار معاهم. وطبعا هذه لسه حاضنة كتاكيتها زي ما شايفين، حاضنة الكتاكيت تبعتها. هذا الرومي يا جماعة زي ما قلت لكم بيحتاجوش اللي هو الاكل، بيحتاجوا بس الدفء اول اللي هو 5 او 4 ايام، واحتمال يكون يعني كيف بس بدهم الدفء. زي ما شايفين كيوت وحلوات ان شاء الله عليهم. في جوا لسه تحتيها هم 10 صراحة. بس حبيت اطلع معاكم اليوم افرجيكم اللي هو باقي اللي هو تفقيس الدجاج ونتكلم هيك شوية وبس. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مره بتشوف قناتي ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل التنبيه، الجرس الفعل ابو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي بتنرش عليكم يوم غير ابتسامه، تصلوا الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.